بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن إله سبحانه وتعالى إنه كسو هاللي إنه خلق كانوا أبو رئي امتحانه امتحان كاسنا دادكو إلا بوقع السميان قولكو باستا إيو قولكو دعضا قولة باستا امتحان كاسي نتيجة في عام كان تاهي إله سبحانه وتعالى دون كان وناقي خير بشاريي آخيرنا وحب رب سبحانه وتعالى وبشاري نعيم يملك كبير أبو رب سبحانه وتعالى وبشاري برك رب سبحانه وتعالى النبي يقول الله الله عليه الصلاة والسلام ويقول ما دام تتكاد وتكملتها خيارتها هي ويقول إله سيقول يكون صوت سيقول يكون دورتي ولو إن كان يقع هي سكة سيكون عداديان عداد تكوذها أقبله ربنا سبحانه وتعالى حكم كيس هو جالس إيه وحرب يكون قدره سبحانه وتعالى أديك يقولين كه كاسهر جذبة رب سبحانه وتعالى حكم وحكم من يدحدينا وحوى يكون كل صورة وربنا عز وجل ربنا نحص وحوى ناكسن أتكون كل أكل ما يستد نبكى كاسو جاري يقولين كه يجا يهنا قدو إن طاعة رب سبحانه وتعالى يذكر إلهي أبدي ست بكرة وأصيلا مرك ربوح الله سبحانه وتعالى لبدا قول دتك خيار تاهي يا دتك اسيغا حوي النبي محمد عليه الصلاه والسلام خلافي بربوح الله هيو ان وحا لو علينا يا سببته كانت نبكاس الى الله سبحانه وتعالى رسول كيس صلى الله عليه وسلم ان يقدم بين اطيعان سببته ديدي ربوح الله ان هؤلاء كوا ايغا اهي ومشركين تأهون حي بعض العلماء إلى هذان القرآن الكريم كهداد أركت هؤلاء وهذا وحدة خاصة يقول له صوت الشيطان عن الجرن وحلقوا ضابة المشركين تي النبي عليه الصلاة والسلام حلق أقول له جوغوي عنوى ما دونتا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين سورة عام أركوا أسكوا إيقا أهي haddii ku gaaloobaan baalida khayrka iyo waxyiga rabbi ku soo dhiibay wala kala heli doonaa way oo akhyaar noqoto oo rabbi subxaanahu watacaala ayagu adeeca ambiyada ilaahi subxaanahu watacaala soo dirana awaamiirtooda qaata way falaa taku fii miryati mima yacbudu haaulaa baanu imaan doonta fii suurati huud way marka culimmadu haaulaa haddaad aragtid oo horey waxba aan la soo sheegin calatuul xiliya mushrikiinta ku dhacaysaa way قولين كان النبي كسر رجع عليه السلام والسلام يكون عيسى إن هؤلاء كوا أيجا أهي كواس ومشركين تاهي كسر رجع ذاهي يحبون وحيجعلهن العاجلة الحياة العاجلة وإما الدار العاجلة دارتي دقدقة يسي أما نرشي دقدقة يسي بيجعلهن مركب منافع ذي مسالح ذي وحاس بيجعلهن ويذرون ويكتغيان وراءهم حال وهرتو هذا يوم ما نبي كتغيان ما نكاسو ثقيلا ما نعرس أهوي وما نعرس وما نعرس بدوي ما نعرس بدن بي كتغيان بركة كلمة دالي وراءهم وحاويان إن بدن بي صمر دون تاوي هدي حد الصومالي نتركوا اسمع شهو وحكاضن بيه هبلو هدو حاسب يسيت waxaan ka dambeeyay oo cuquba wey wax ka horay laga wadaa ana waa ka horay ma doona wey marka waxaan imaa doonta markaan marayna muxuu ah suurta kahfi oo kale qolayinka uu leeyahay ama safinatu fakanat limasakina yacmaluna fi lbaxr wa kana waraahu malikun yakhudu kula safinati ghasba sumahin wa kana waraahu malik waraahu macnaha amaamahum wey ayaga hortooda macnaha waxaa imaan doona weeye oo loo tegi doona oo safiino ay gaari doontaan dhul uu degan yahay ninkaa boqorka ahi doon kastee qurxoonba isagu qaatan wey
marka mid dal xogaa ceeb baan u yeelayaa si aan u qaado ninka isaga inaga horeeya wey gacnaha waa noo imaan doonaa wey waa gaari doonaa horteenu ahaada wey ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ومن ورائهم جهنم ومن ورائه عذاب غليظ وحرت هذا هو ارجل عربي الصحه هو وراء القضاء اللي هذا حرت هذا اللي هذا هو وان لقع في الصحه هو حتى الصومال اي قال كل استعمالا بلغه سوكل هو ان هؤلاء كو ايغا اهي مرخين علماء جمله كان ايغا اهي ايدن ايدا اهي وحا اي سو كوبتيو للي هيو ددك اخيارته هو adduyatan iyada caajilada ku dhaxnaha ku silminow maalintaas culayska badan ee dambaysaahi maalintaas u shaqaysta way sababtu waa maxay dadka kufaarta ahi ama mushrikiinta ahi ama ilaahay subxaanahu watacaala oon naxariis isla doonin baa lagu yaqaanaa inay jeclaadaan nolosha tan degdegaysa oo ay ka tagaan maalin dambaysa oo culays badan way marka waxay culimmadu labada qoloba ayadan iyada waxay siinaysaa waxa la yiraahdo qolo cabsi gelinaysa qolona waxa weeye waa u bishaaranaysaa marka cilana waxay u tahay qoloyinkaas inay nabiga khilaafan calayhi salaatu wasalaam waxa keenayaaba dabcadda qaabkaana weyn wayadaruuna way ka tegaya waraa'ahum xaal ugadaan hortooda ahaada weyn yowman maalin bay ka tegayaan weyn maalinkaasoo thaqiilan maalin culays badan maalin culus weyn maalin waxa weyaan culab badan weyn culays badan wey wuxuu yidhi carabtu waxallaal wax culays ku sheegaan soomaaliga xataa ku taaban wari arrinkaas waa igu culusyad ku ninku yidhaahdo ama qof gabadhu ku tidhaahdo ma aha wax miisaan laho intaasoo kiilo ma qaadi karo koodi ma aha xashaa wax culays sida wax kiilo macnaha yeeshee lagu cabiro kale ahi oo haddaan isku da inaan qaado anan qaadi karin oo kale wey waxaad ii faraysaa ma rabta iga dalbanaysaa waa igu culus tahay wa culays badan wey macnadu marka waxaan qaadi karo ma aha haddii maanta marka wax culusada oo miisaan lama wax laga hadlayaa laakiin wax dhib badan wey baa laga wadaa maalin marka dhib badan baa marka soo socota wey oo waxa weeyaan khalaa'iqdoo dhan baa dhibkeedu gaarayaa wey dadka khayaarta ahi ilaahay u fududeynayaa laakiin waxay u jeedaan wey dhibkeedu wey marka waa naga soo sheegnayo waa yowman kaana sharu mustatiiran markaan ka hadlaynayo shartiisu samaawaadka bay gaaraysaa arladii bay gaaraysaa makhluuqaadkii oo dhan bay gaaraysaa gaalku markaa uu sii daraada marka wey ya wa kaana yowman cala alkaafiriin hee casiira wey wa maalin yowma maalintaas waxa weeya kufaarta ahi maalin aad ugu culus wey cala alkaafiriina kayru yasiir baan imaan doonta insha allahu tacaala marka maalin thaqiil ah wey fi suurat alcam waxaa nooga imaan doonta ya thaqulat fi samaawaati walard laa ta'tiikum ila baghta yani maalintaas ay ku weydiinay yasaluunaka can isaacati ayaana mursaaha qul inamaa cilmuha cinda rabbi laa yujalliiha liwaqtiha ilaa hu xaal doo dhigay thaqulat fi samaawaati walard laa ta'tiikum ilaa baghta maalin marka aad culays badan wey marka maalintaas culayska badan oo dhibka badan baa laga wadaa bay farax ka qaadayaan weye way dhabarkooda ka tuurayaan wax gadaal ka tuuran oo kale dan iska lahayn waa rabbi kacabire subxaanahu watacaala wey marka inay dan ka lahaynna ayagu horta waxay leeyihiin marka ugu horeysaba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam horta marka hore bal horta maalintaas inaan rumaynayso kama horeyso maorta in horta maalin bacthi inay jirto maalintaasi horta marka hore inaan rumaynaa ka horeysay dhaheen marka marbaislaba wey rabbi marka wuxuu leeyahay naxnu annaga ayaa khalaqnaahum kuwaas annaga ayaa abuurnay cid kale maya cidda kale maanta sheega karta inay abuurtay ma jirtaa waa maya idan rabbigaas keligiis idan abuurtay wanba horta kow cibaado mudan midda labaad rabbigaas keligii idan abuurtay baar berin idin soo celinaya wey haddana waa sahlan tahay wey wax sahlan wey marka waxa dhahe bacdka naftirkiisii ay girsan yihiin baa meesha laga qaadanayaa wey naxnu annaga yaa khalaqnaa abuurnay hum kuwa iyaga naga abuurnay washadadnaa waanu adkaynay asrahum abuuritaankooda baanu adkaynay wey abuuritaankooda ayaanu adkaynay wa idaa shi'naa haddaanu doolno inaanu kuwa ka bedel qaadanana bedelnaa waanu ka bedel qaadanaynaa waa ku bedelanaynaa amhaalan kuwaas kuwa lamid ahi baan ayaga ku bedelanaynaa wey tabdiilan ku bedelasho ayaan ku bedelanaynaa wey waxuu yidhahda marka meesha culmaa ka hadlayaa
أسرهم كلمة داس بيدي هرت معناه بحيته عليها ابن جرير الطبري قولك السحظة وإلا يرهدب ليه هيو نحن أنك يا خلقنا أبورني أنك أبورهم كوا إياه حتك لو مجرتو نلا أبورتو وشددنا وانو أتكيني وانو حوجني أسرهم أبورتان كوا وقف حوال خلقك أوجداه أود به رب سبحانه وتعالى أسيب وح الله روح رب قصمي كروي مركب حال إلى ذاوري أسرع نفط الكيسة أو حال إلى أبو مكتوب أو أبو رتاوي أبو رتاوي مركب حال إلى ذاوري قد أسر هذا الرجل فأحسن أسره بل إلى أبو ومعنى حال أبو ذاوري بمعنى قد خلق فأحسن خلقه والله أبو ري أبو رتان كيسة لو ناجي وعربت تصدق جتوب لي مركب قد أسر خلقه قد أسر هذا الرجل أنا والله أبو روي يا أو وقد أحسن خلقه أسره أبو رتان كيس لو ناجي روح أنا أسرع إلا يرى أبو رتان كي خلقه وأنا عربي في السحب اللي ركاسو أبيات حتى فوق يسنا إياه هو الشعر يا شعر قبي ها عربت قبيل الكم دوي مركو ركاس أنت سكسي بيشو ولا شيء قولي نحن خلقناهم وشددنا وأنا أتكين أسرهم أبو رتان كذا أتكين أنا ماذا قاركم حير هذان أصل وأصل كيس وحوي وحوي وحريتان كأي وحوي وحلو جنتوي أما حرق نفط الكيس من خارج الله استعمار والحيرة حرق قال قصة مجري لهم وحويان مقارك الجيلة أنت معناها إشياء اللي مقدم أي يرى هذان بين حرق أذق بوهانجري مركو حلقوا ذا بدهن وشددنا وانو أتكين أسرهم حرقه ذي من أتكين يو حرقها إسكوها يا حبنه ذوي وسيده يو حزدذي كلوي بالقوة وضعوي بس علماء قاركو حيكو سوكو بين ابن الجرير طبير وشيغي وشددنا وانو أتكين أسرهم حبنه ذي من أتكين وحبنه ذوي وحبنت تاضاهي إلهي سبحانه وتعالى ساس أرتو أتكيوي حق قد أرتبع الله ذهوي وحج العصان وكال الضات وكال الضلدورة إلهي كما ديك سبحانه وتعالى وحد أرقتي بن آدم وعليس كال أرقتي وحد أرتشغال أرتكو قبنيو بارب سبحانه وتعالى كيلوي ورشدا ركتي غريا ركتي اود ركتي مسيوي مركه ربي خولي وشددنا وانو اتكين اسرهم حبنه دي ما اتكين اسرهم ابو رتان كودي ما اتكين اسرهم حرقهود او سيدهود يحيدود ما اتكين وي ومركه حبنا اسكو هياه وحا اسكو هي حرقها حبنا اسكو هياه ولا اتكيوي واذا شئنا هدان دوننا بدلنا وانو كبدل قادلنا وي وانو كبدلنا كوا يقاهي أمثالهم كوا يقل مده بانو كبدلنا وي تبديلا بدلتان وي باشا نفتلك ذنك لإنو جرير الطبري سوى سوكو بيب وحولي هايو كوا كلام كبدلنا ينا وعيق كفي عوي حق أعماش أي سميني بكسوكو كاس بيور التاس بانا مفسرين تكوتا قابلي حتى متكلم أنو كيري وانا قول رنت أدو حب بدنوي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم حويا ثم لا يكون أمثالهم صوما أمثالكم آية معنا وإن تتولوا أنتم ويا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم وإذن كل ما هاني أود يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين هذو إلهي مركو الدونه هذين كذنبوا رب سبحانه وتعالى إنقاذ يوي كسوق لك الكنسان يوي روحنا آيات كسو أرورتي كسو أرور الباب كأساق عهي هذا بأفر بديه علي مركو ابن كثير وحا مركو الصور تقلبوا ليه إلا قوة ذبوا ليه إلا بمع نبي قادة كتابوا ليه أمثالكم في الصفات اللي إله هي أمثالكم في الذات اللي إله هو محي وإذا شئنا هدان الدون بدلنا إلى أو شئنا هذا سفعول كذا وقعيه وبدلنا هذا كتبسنا يسوي وإذا وقت شئنا أن الدون إنا إذنك إذن بدلنا أقولك الآن كأنه بدلنا ونبدلنا وبدل قادر نوي إذن كان إنك بدل قادر نوي أمثالهم بدلنا ونبدل قادر نوي أمثالهم كوا أمثال شو ذا بانوك بدل قادر نوي وكوا سبدل كود بان يا سوق قادر نوي وحين أمثال وحين هو قوة لمدة ومثل ولا جمعية قوة لمدة هو
ama xagga sifaatka ku la mid yihiin ama xagga daatadi. Waxay dhahay marka daatad dii la yidhaahdo waa kuwo kalaan keenaynaa wey, sifaatka dii la yidhaahdana ayagaa kuwo lamid a, iyaga naftirkooda baa sifaatka ubax ka bedelaynaa isla ayagaan soo celinaa wey. Oo berita marka lasoo saarayo qofki waxa weeye qofku qofku waa yahay, haddana sifaatka waxbaa ka bedelan wey, waxbaa ka bedelan wey. Marka idaa shiina haddaanu doonana bedelna waanu bedelaynaa, amhaalan kuwaas kuwo lamid a ayaanu ku bedelaynaa kuwa kan wey tabdiila bedelitaan wey. Oo amase waxa weeyaan iyaga naftirkooda soo bixinayna iyagoo sifaat kala wata wey, ama kuwo kalaan keenaynaa wey, oo kuwan iyaga ahi waxa weeyaan ilaahi subxaanahu watacaala uu halaagayaa kuwo kale marka fiican ayaa rabbi subxaanahu watacaala ayuu keenayaa ahay. Marka ibnu jariir hadalka ku kaabs manaa ku waji'naa biaakhariina siwaahum min jinsihim uu leeyay marka isagu oo wuxuu leeyahayo camalka unbay ku khilaafeen buu leeyay marka camal mukhaalifiina lahum fi lcamal buu leeyay markaasuu leeyahay وبنحو الذي قلنا في ذلك لي قال أهل التأويل بلي هذا الكي مركاسي سيدا أن كفصرني با أهل التأويل كنا كفصرين بلي مركوي آهي مركا إبضاونا إبضاونا إن شاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وهم آهي واي إن هذه مدة يضاهي وصورة تهدى لسوء أخر ييو أما آيات كان فرح بضاني لسوء شاقي تذكرة وانوي ووانوي waan faman axadkii shaaa doonaahi inuu weenada siyada ku weeno qaataana ittakhada wuu yeelan anaha ittakhada wuu samaysanayaa sabiilan wadda ayuu yeelanayaa waddadaasoo muballiqatan ilaa rabbihi rabbigiis gaarsiisa weeye wadda rabbigiis gaarsiisa ayuu samaysanayaa wey. Oo qofka waxaa laga cabirayaahay qofku sidiisaba qof baadiyaysan u nusan oo kale wey. Qofka marka rabaa inuu wadada macnaha toosan u qaadaayo waa inuu wadadii raadiyo wey, wadadii inuu raadiyo wey. Marka adigoo lusan maanta waxa u baahan tahay wadadii macnaha ku gaarsiin lahad meeshaad u socotay yaa wadadaas inaad heshaahi waa nicmo ilaahay kula doonto wey. Waa qof caadiga u hadda wadada kalo meesha u socdo kalo mu. Marka rabbi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahayo dadku waxa weeyaan wadada rabbi waa ka lunsan yihiin ilaa axadka ilaah hanuuniya maaha. Axadka marka ilaah hanuuniyaana isaga horta hanuunka la doonayo waa laa shak. Haddana qofka naftirkiisu inuu shaqadii bilaabaa la rabaa wey, shaqadii qabto wey, ilaahayna subxana wa tacala weydiisto inuu wadada ku sugo wey. Ina haadihi midatan tadkiratun waana waaye waa waana wey, waa cibro qaadasho wey, lagu cibro qaato wey, waano qofka waa samey kuwaa tamin wey. Marka duruus baa ku sugan wey, dadki wanaagga rabow wanaaggaa raadsan wey, qofka caajiladan rabowna caajiladaas waa taas, oo weliba caajilaa ta ogowna adoo xataa raadin ayna helin baa laga yaaba. Ina marka ku leeyahayo man kaana yuridu caajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaa waa liman nuriid wey, liman nuriid qofkaan doonno wey. Wailaa qofkio gaal a waxa arkaysa haddana faqiir ahi, miskiin ahi, dhibaataysan isaga dhan waxa weeyaan waxaad aragto masaa'iba dusha laga saarayo. Marka qofka muslimka dhibkaas ku dhacay xataa waxaa laga yaaba ogtahay inuu ku sabra sawiyo xataa ilaahayna wax fiican kaga rajaynayo, laakiin adduunyana ma haysta akhirana ma haysta wey. Ilahay marka wuxuu liman nuriid wey yaahay uma jacalnaa lahu jahannama yaslaaha madma madxuura wey. Marka waana ku sugan wey, waana qofkii raba wanaaggaasna oo aakhiri adduunba nicmadaas inuu ku dhex jiro imilka kabiirkaahi hadda waana kugu sugana waxa weye wadada toosan qaad wey ahay shaakiriintaa kamid noqon wey. Haddii kale soo mahaa kafuurintaasaad kamid noqonaysaa wey, abaalkaa ma heli doontaa marka waana qaata wey suuratan iyada waana wey. Ina haadihi midatan tadkiratun waana waay faman axadkii shaaa doono inuu waantuumo axadkii doonaahi ittakhada waa uu samaysanayaa ilaa rabbihi rabbigii xaal u yahay mid gaarsiinaya sabiilan wada ayuu samaysanayaa wey, waduu canaha yeelanayaa wey, rabbi gaarsiisa wey. Waa maxay wadadaasina? Waa inuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam amarkiisa qaato wey, inuu rabbigii subxaanahu watacaala adeeco wey. Marka daacada rabbi taas wey midda ku gaarsiinaysaah wadada wey. Cir iyo dhul iyo meel kasta haddaad martid ogoobu hal wado unbaa xagga rabbi ku gaarsiinaysa wey, hal wado keliya wey. Qul haadihi sabiilii adcu ila allah calaa basiira wey. Marka waxa weeyaan wa ana hada siraadii mustaqiima fattabicuuh walaa tattabicu subul fatafaraqa bikum can sabiilihi wey, hal wada keliya unbaa rabbi ku gaarsiinaysa
waa dariiqa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, meel kale ka geli kartaahi oo kuu bannaan ma jirto wey. Haddaad xagg iyo xagga madax ku garaacdidna adigun baa daalaya wey, waxbaa ka faa'iidi mayse. Marka faman axad kii shaa doono, qofkii doonaahi inuu rabbi subxaanahu watacaala waanadaas kuwaana qaataahi, ittakhada wuu yeelanaya sabiilan, wada ayuu samaysanayaa wey, wadadaasoo muballiqata ilaa rabbi, rabbi igaarsiisa. Marka ilaa rabbi la yiraa lagu tacalujiyo taas baa fiican. Culimada qaar baa ittakhada ilaa rabbi, ilaa rabbi waxay ku tacalujiyaan ittakhada tan wey, ittakhada waa yeelan ilaa rabbi, rabbiga xaggiiska xaali, ittakha rabbiga xaggiisa ayuu ka yeelanaya, ayuu ka yeelanaya sabiilan jid. Waxay leeyihiin ittakhada naftirkeeda lama ficul qaata. Marka meeshaas ishaara waxa ku jirta ficilkii labaad, yani wuxuu ka samaysanayaa ittakhada daacata rabbi subxaanahu watacaala sabiilan wey, daacada rabbi wada ka dhiganaya wey, rabbiga isgaarsiisa. Laakiin tafsiirka horeba xoog badan wey, faman axadkii shaaa doonaahi inuu waxa weye waantoogi doonaahi ama rabbigii subxaanahu watacaala wadadii gaarsii lahayd inuu hala axadkii doonaahu, ittakhada waa u yeelanayaa sabiilan, waduu samaysanaya wey, waa wadadaasoo muballiqatan gaarsiinaysa ilaa rabbi wey. Marka maadaa hormartayo xaal baa markaasu ka la yidhaahdaa, waxay yidhaahdaan jaar majruurka sifadaasaas ka hormartaahi oo ka hormartay mawsuufkeeda, waxay yidhaahdeen xaal bay yidhaahdeen, faman ruuxii shaa addoon ittakhada wuu samaysanaya ilaa rabbi, rabbigiis xaal ay gaarsiinayso sabiila, wada ayuu samaysanaya wey, rabbigiis gaarsiisa wey. Wamaa tashaauna, mana doonaysaan wey oo inaad macnaha wada toos ana wada rabbi ina gaarsiisaahi inaad samaysataanu, ma doonaysaan wey, waa fii xaali min alxawaal wey, oo fii waqti min alawqaat wey, ilaa an yashaa allaahu, alla inuu doono maahe in wadadaas iyada ahi isagu idin sameeyo oo in kugu hanuuniyo, inuu rabbi saas doono maahe adinku ma dooni kartaan waaye. Idan marka maxaa samaynaysaa? Gacmaha kor u taag wey, ilaahi subxaanahu watacaala baridiisa badi wey, ilaahay inuu kugu hanuuniyo wadada tooska waa fiican, inuu kugu hanuuniyo ilaahay subxaanahu watacaala weydiisa wey, aahay hadda juhdina bixi wey, oo ilaah waa kaas ana waa juhdina bixinayaadha wey, oo adan mashiicadaad meesha qaybtaada ha ka timaada wey. Laakiin calaa kulli xaal, taas naftirkeeda taada ahi ilaahay sooma uusan abu ilaahba abuuray sooma, adiga iyo doonitaankaaga dhab ilaahba ku abuuray. Marka ilaah hadi jeer u laabo wey, oo ilaahay subxaanahu watacaala hadi jeer, hadda qofka ilaahay subxaanahu watacaala wadadan ku hanuuniyana shukrin badan baa laga rabaa wey, shukrin badan baa laga rabaa. Ilaahay khalaaiqda aragto faraha badana kaa doortay, soo nicmo ilaahay ma aha wey, nicmo arti rabbi ku sii wey. Alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmati wa raditu lakum islaama diina. Qofka ilaahay nicmada uu siiyeyo ilaahay subxaanahu watacaala ha weydiisto inuu ku sugo, waanu ka inxiraafin wey. Ilaahay subxaanahu watacaala inuu xusnul khaatima uu siiyo, khaatimo wanaagsan, in waxa weeyaan ilaahay uu khayrka ay diinta ku dilo ilaahay weydii subxaanahu watacaala wey, si markaasi naciiman oo mulkan kabiiranti meesha aan kusoo aragnayo ilaahay subxaanahu watacaala u arsaaqa wey. Marka ilaahay baan weydiisanaynaa in wax khayrka iyo wanaag aakhiri adduna uu hanuuniso subxaanahu fadli wa karamihi wa huwa akramu lakramiin. Wamaa tashaauna, ma doonaysaan dadow inaad waxa weeye wadad samaysataan, ma doonaysaan wey, ilaa an yashaa allah, alla inuu doono maaha, ina allah alla maxaa yeele kaana wuxuu ahaaday caliiman, mid cilmi badan buu ahaaday, oo axadka munaasab ku ahba cilmigiisu cilmi badan bay kamid tahaba wey. Marka caliimin cilmi badan wey, wax kasta ku ogaala wey, waxyaabaha rabbi cilmi badan waxaa kamid ihi cidda munaasab ku ah ilaah manaha ogaal badan wey, xakiiman xikmad badanoo wax kastaba meesha loogu talagal dhiga wey, oo gaalnimada iyo islaamtinimo naftirkeeda rabbi meesha loogu talagal isagaa dhiga wey. Qofku wanaag uu sameeyana bifadlihi buu rabbi subxaanahu watacaala ku siiyey, qofku waxa weeye gaalnimo macnaha u qadarmana adlihi wey subxaanahu watacaala xakiim wey. Waxa la wax bini aadan marka aad soo marayso hanuun iyo muxuu ahaa iyo baadi iyo shar iyo khayr iyo dhibaato iyo muxuu ahaa faqr iyo wax allaala wixii cagsigeed ahi oo caafimaad iyo qaninimo ahi, wax kastaba xikmad rabbi ayaa ka dambaysa wey.
إن الله ألا كان وحو هذا ولقينا هاني يكمل الزول يوم عليما من علم بدن بو أهاد حكيما من حكمة بدن بو أهاد رب سبحانه وتعالى عليما حكيما لما أخبر بطريق يساوي كان ذي لي ذوي اسم كدوا تقانا وهو يدخل ألا وأقرنا يا من أحد كي يشاء الضون إنو قليو في رحمته نحريستيس أي رب سبحانه وتعالى قلنا يا والظالمين وأعد ربوا دياري الظالمين قوى الظالمين تاهنا رب سبحانه وتعالى ودياري أعد لهم ودياري قوى يقاهي عذابا عذاب ودياري عذاب كاسو أليموي أمو يعذب الظالمين ويعد لهم على كل حال وصول غني نايم يدخل يشاء في رحمته وحوي يد في كل يرمحوها ابن جاي محوها جلاليك كتاب كاسي يدخل من يشاء في رحمته أي في جنته بلية وجنديس لكن وحفي عبير علماء غاركود من الله لم يشل لقصع السكر الحريص تربيه ويف ربضان تهوي مركم عنا دوام حي قف الله قفك ربي أودانه نحريستي سفره كبطل نحنك قل لي يوي فالكاس بحق يحق الحريص ربك حق يساوي شيخين الله هو الحريص ثمين بهذا الفكوس العليا في رحمتي ما هدي في ذات ماش اي تالو وحافي عم بقول اللي يرهد بقول في جنتي سيدا انك وكوف السيريو محوها هذا انك جلالينك تفسير كيسو كالاول اهي مرك على كل حال في رحمة القرآن الكريم كاهي يعني بضم بيكسو أرورتوي لكن إنك اللي يراهد من جري طبر رحمه الله وحول له يهيو بدس الحريص تاس عام كابو كدقا يهو يدخل ألو قرين يا من أحد كي يشاء الدون إنو قرين حريص تيسا في رحمته إن حريص يسو قرين يا مرك حول الحريص تي وحاكم دبا إلهي سبحانه وتعالى الإسلام كوهنوني إلهي سبحانه وتعالى التبدك وافجي إلى سبحانه وتعالى أن تكسينه وطبدك على سوق كأقبل وحوي نعمينك بتهوي دونوتين إلى إنه رافع سبحانه وتعالى جنده بينه قليه بيكم بتهوي مرك إن بدأ من صمر الدون طاهي حريصه لا شك جنده وأن حريص ياش إلى بيكم بتهوي في حديث كشاري وله النبي عليه الصلاة والسلام وله هيو وحوي جنده وحن حريص تري بتعيد الدونه وأنكون حريص تهوي وأنكون حريص تهوي أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله في الجنة توي يعني حريص إلهي أي كسو قيهم وي هم فيها خالدون وي فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ونبي الله نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مركو لي هيو قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك ونبي نبي اللوط عليه السلام وأدخلناه يا في رحمتنا يا نبي الله إسماعيل وإسماعيل وإسماعيل وإدريس وذالكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا في رحمتنا آهي على كل حال حريص ملك رب سبحانه وتعالى لا شك إن جنده كميتها لكن دونك أنت اللي جوجو بان حريص كان أبوها تصوم ما صوم ها لكن إلى قفكو الدورو إن حريستي سأيو لحق للأيام مركز إن حريستي سحق يحق مركز سوى أنا كدبوا لي يسوي آخرنا ساسي ودبري سهو وحويا وحلالا وحي ما ننتاس قيامة كدك قبورا لقصو صارو إلا وجنة دي كقارو نحري ساس ربي سبحانه وتعالى كدبولي يوي كدبولي يوي الدونك انت اللي جوغنا نحري ساس فرح بضن أيو ربي سبحانه وتعالى سين يوي كلها نقل لي قوة ونحري ساس أخلي أدنبو فضل وكرمي وهو أرحم الراحمين يدخل من يشاء الله وقلنا يا من أحد كي يشاء ودونه إنه نحريس يسجليه في رحمته نحريس أيو قرنية والظالمين أوي والظالمين تانا أهي وي أعد لهم ألا وعد عن عائشة وأعد للظالمين وكلو والظالمين تانا على مقر حيل هذين والظالمين وحف عن بينها إلا إلى هذو أن فعل كذا أعد أعد الله بك قدبته بركو حرب الله وحده متى أو عد ربه أقدوه أما يعذبوا ربوا عذابي الظالمين قوى ظالمين تربوا عذابي عدوا وديار شلهم قوى يقعنا عذابا أليما كظالمين تمثل لي هنا أدعوا كلمنا للظالم سكير آلي ظالم كوحوي مشرق ياسو قل يقول إن الشرك لظلم عظيم وحل قلب ظلم لقلب كالشرك أوي صوما مركب بني آدم كينو ربك يسقو ظلمي
oo shirki uu ku dhaco waa dulmi ka ugu weyn. Nafsadiisa isagu inuu dulmiyo oo macaasi iyo la yimaado ku dulmiyo, inuu makhluuqaadki kala dulmiyo oo baqiyo cudwaa cudwaan ku dulmiyo, inta cadaabka rabbi looga nabadgeliye ma iska ilaali weyn. يدخل الظالمين كو الظالمين تانا اللو عذاب يهوي عد ربو أدياري لهم كو يغاهي عذابا عذاب أدياري عذاب كاسو أليما عذاب حنو جو ونبا إن شاء الله مركع النبي قولي عليه الصلاة والسلام مركع إلي علمو محوها في سورة الأنعام بانو ما دونت محيها يا وحان ربتي محوها إن الشرك لظلم عليه صوت كتبت يا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اسمعي علي مرك الرسول قال له عد ما أنت أن ظلم كل علم ما جرت رسول النبي عليه الصلاة والسلام يدنا مغل إن الشرك الله ظلم عظيم وي ظلم هو الشرك ويا أنا ظلم قاسنا إن ظلم قادوك الوكيل هي ظلمات والنبي عليه الصلاة والسلام وفك مظلوم كان بريدي سك على إلهي بريو أو على معناه قوت معناه إلهي ربي مظالم كأي قبى سك إلى لو دعوتي سوى مستجابة وين إن هؤلاء كوا يجا يحبون وحيد جعل العاجلة أي الحياة العاجلة أم الدار العاجلة دارتي دق دق يسوي يجعله ويديد يجعله ويذرون ويكتجي وأنا ما أدرك الله بل تحبون العاجلة وتذر الآخرة أنا ما أدرك صورة الضيام وين يا إن حج عشين بدأ دق دق يسوي تي آخر هذا هنا وقت تجي يسوي ويذرون ويك تجي وراهم قد أشود حال يا هتنا يوما ما لبي كتجي ما لك سو ثقيلا ما لعرس عرسوي ما لعرس بدوي ما لعرسوي نحن أنه خلقنا وأن أبورهم كوا يجاهي وشددنا وأن أتكين أسر أبورتان كود وتفسير كم جري الطبري ورجح يوم ولق عربي أسكت كنت سنة سليها وشددنا وأن أتكين أسر مفاسد شو ذي حبنه هذا أتكين وسددنا وانا أتكين أسرع حرقه سحرة يا مفاحمنا هذا وسيده إيوه حدد ما لقوا هذا وإذا وقت جش إن أنا ضارن هدي أنا ضارن إن أكو أنك بدل قاضننا بدلنا وانا بدلنا أو بدل قاضينا وأي جاهي هو أنا كوب بدلنا ناوي أمثال مكواس كولا مده أي أنا كوب بدلنا تمثيلا تبديلا كوب بدل دوي هو محي كوا كانوا كوا أي أنا هين كوا كفي عن بانك إنسان ناوي تكون نج هلاج نووي هاي كون تهلاج نو بانك وكلك إنسان ناوي وكان ذلك على الله يصير أول هاي أما الصفات كلها صفات حق ذويه كون تان مركان هلاج نو إسلا أي نفس الكويت من صوب حين لكن صفات كلا مركز الأول إن هذه مدة وصورة تنية ذوي أما آيات كان يقال سوا آخر يو تذكرة ونوي فمن روح شاء دونا إنه كون قاطو اتخذها السمي استوي أمو اتخذوا يلنوي اتخذوا يلنيا هاي سبيلا وضيو سمي سنة يوي وضداسو مبلغة الهرب هربي سحمد كارسين سماء اتخذوا عنا وحيا شو عنا اتخذوا يلنوي كان اتخذ لي فعل ما الأصل لكن ما دام عبارة قاك أسعط الجملة ذا فاوحي كان يسمع عنها فعل ما قال اتخذوا فعل ما فعل مضارع كان يسمع عنها تقول فمن روح شاء الدونه اتخذ عنه هو سمايستاوي هو سمايستا إلى ربي ربي يسحال ويهمد قارسينيا سبيلا وضي وسمايسانيا وضك لنا مجرتا ووضينا محمد عليه الصلاة والسلام وضتك التسيوي والدين تإلهي وما تشاءون من دون إساء وقتك توقتي أشكا ميدا أما حالتك حالتك ميدا يا من دون إساء ويا من دون إساء وإلى سمايستا وضو أما أدوان تودان إلا إن شاء الله الله إنه الدور ماه إن الله ألا كان وحو هذا عالم من علم بضم بو هذا حكم حكمة بضم بو هذا يدخل ألو قلين إياه من أحد كي يشاء ودونه إنه قلين حريس تيسا في رحمته نحريس قلين يوي والظالمين ألو عذاب يكوى ظالمين تانو عد وديارية اللهم ألا كوى يقى ظالمين تاهي عذابا عذاب ودياشي عذاب كان سوء أليما عذاب حنوجيو وربو ديار شوي إلا كما قال الله سبحانه وتعالى خيارتاس يدد كان حريسي سكوها ريري آخر يقدم ربي ويدي سنة عليه سبحانه وتعالى كوان وضروا هذا وصلى الله وصلى الله على نبينا محمد.